السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. نطلع عليكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت من القناة الأولى. يمكن الكل يتساءل إحنا وين؟ إحنا في المركز العلمي. مشاهدينا الكرام راح نكون معاكم من الآن من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 وعلى الهواء مباشرة. مشاهدينا الكرام، بالبداية اسمحوا لي أرحب بإخواني وأخواتي من خلف الكاميرات، وهذه تحية أيضا مماثلة إلى الزملاء في سيارة النقل، وهذه تحية خاصة مني أنا إلى زميلتي مها الكاظمي اللي دائما متألقة. يسلم عمرك، مساء الخير ومساء الأجواء الرائعة اللي مثل روعة حضوركم وروعة مشاهدتكم وروعة أيضا ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا اليوم في برنامج الدار دارك. راح يطلع عليكم بعد شوي ضيف الكل يحبه والكل يسأل عنه في كل الفصول. هو ضيف خلينا نقول جوي بحري، نعم بري أيضا. ما راح أعرف بالضيف بعد ما نشوف هذا الفاصل، نرجع ونعرف في ضيفنا لهذه الحلقة. الله الله، يعني بالفعل حلوة هذه المناظر وحلوة هذه اللي قاعدين نشوفها على الهواء مها. طبعا أجواء الكويت جدا جميلة، ونتمنى إن شاء الله دائما نقول إن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في بلدنا الكويت وسائر بلاد المسلمين. وما ننصح أحد يسافر بهالوقت أبدا، لا لا، لأن الجو ينن. لا غلطان اللي يسافر الحين غلطان. بالضبط. إذن مشاهدينا الكرام، قبل لا نطلع في الفاصل قلت لكم عندنا ضيف مميز ولا يقل أهمية عن باقي الضيوف اللي أخذناهم في الحلقات السابقة. ضيفنا لهذه الحلقة هو خبير في الأرصاد الجوية طبعا والبيئية، هو الأستاذ والأخ العزيز على قلبي أنا، وهذه شهادتي أنا يمكن في مجروحة، لكن بالفعل هو إنسان قبل أن يكون زميل لنا. باسمكم أرحب بأخوي الأستاذ عيسى رمضان أبو أحمد، يسعد مساك وأنا سعيد بوجودي معك في هذه الحلقة. الله يخليك يسلمكم، والمقدمة كانت جميلة جدا. يطول بعمرك. وبالعكس هذه المحبة متبادلة بيننا. يطول بعمرك يا أستاذي. منورنا أستاذ عيسى. الله يخليك. أستاذ عيسى ترى هو اللي دربني حق الأرصاد الجوية. الله يسلمك. أستاذ عيسى أنا يعني مهما أقدم برامج ومهما أنت تظل مها، هي مقدمة الأرصاد الجوية اللي كانت تلميذة عيسى رمضان. لا لا بس في شغلة قالت ياها عيسى رمضان، قالت قولي لا شنو؟ لا شنو؟ شنو قالت؟ قالت خليك معاي بالتدريب. اي نعم. لا شنو؟ والله ما انتبهت. ما انتبهت. قول لها. طيب مشاهدينا الكرام، طبعا ما يعني بالقصد انه كانت طبعا كان يدربهم الاستاذ عيسى رمضان، ودائما ينبه مها يقول لها دائما ان انت لك اطلاله وانا شايف فيك مذيعه ناجحه. وبالفعل يعني هذه نفس ما عمرك. تفضل اخونا عيسى رمضان وقال بالفعل هي ناجحه عموما. مها ناجحه كانت من خلال فتره يعني تدريبها، وكذلك يعني اخذها بالنصائح. حلو دائما احنا نكون بتواضعنا مهما نوصل كأشخاص متمرسين في أعمالنا، نظل في شنو؟ أن إحنا نستفيد من اللي أخبر منه حتى لو بيوم، وهذا المهل اللي كانت تسويه. بالضبط. وكذلك يعني أنتم ما شاء الله عليكم كل ما تعلمنا منك الكثير يا أبو أحمد، يطول بعمرك. دائما هذه الشغلة لازم تكون على كل إنسان أنه يعطي ما عنده. بالضبط. الله سبحانه وتعالى يوفقك، شلون يوفقك هالمعلومة اللي عندك إياها أنها تعلمها وإذا تخشها. صحيح صحيح. بس طيب. تعبنا وايد مسكين. لا لا بالعكس. الله يعطيك العافية يا رب. طيب إحنا برنامجنا طبعا يتكلم الأستاذ عيسى عن البحر وما أدراك ما البحر. خلينا نقول إذا بنتكلم شلون كانوا أهل البحر، خلينا نقول قبل يعرفون أحوال الطقس. كانت من الصعوبة ترى يعرفونها، ما عدا أن كانت هناك طوالع ومسميات يتبعونها نواخذة البحر وأهل البحر. من مثلا المسميات أنتوا عارفين أحيانا فترة ما بعد الوسم عندنا طوالع، مثل الآن إحنا في فترة العقارب. شنو كانوا يعرفون من الأجواء من الماضي من المناخ، فكانت تدون وهالتدوينات هذه موجودة وتبع اللي هي النجوم اللي كانوا يحسبون لكل نجم 13 يوم. كل نجم 13 يوم ومدة السنة 365 يوم كانوا يتبعونها، وعلى أساسها كانوا يطلعون على وجههم، ما يدرون شو اللي صاير ما عدا من هذه المسميات وفترة مثل الحمر. ولكن الخبرة كانت تأخذ مثل إذا دار الهواء شمال وشوية نسنس عليهم زود، قالك والله ضرب الياهي أو شمال الشرقي، قالك ضرب الياهي
يمكن شنو الهواء بيقلب كوس، اذا الكوس يمكن في شنو في بينا بقيم يمكن بتمطر، فعلى طول نزل شراعه واخذ ويجهز حلو. ولكن مو مثل وقت ما تطور العلم الحديث مثل ما هي الان، يدري شنو بالضبط بيجيك بعد يوم او يومين، وحتى التنبؤ صار وايد افضل من ما كان عليه بالماضي، او يعرف انه في اعصار فيبتعد. بالاول ترى على ويهم على حسب انه والله اوكي، اول ما يبدا شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 خلصت البوارح، ركبوا سفنهم راحوا البصره، والله اوكي ما في شيء، يعني شهر متى؟ شهر 11 أوه في نجم الحمر، الحمر خفنا منه ليش؟ ولكن هي شنو كانت؟ كانت فترة انتقالية بالخريف اللي هي وقت ضربات بداية المنخفضات الجوية اللي فينا من قبرص، فكانوا فقط بالخبرة يتبعون خبرتهم وحاسيسهم، طالع السماء والله الغيم بدأ، بينت السحب الخفيفة العالية واللي هي بداية جبهة هوائية باردة يتبعها والله في ضربة هواء أو في غيم في مطر. أما الحين فتطور، وهذه ترى كانت حسبتهم، أحياناً كانوا يطلعون البحر. المشكلة إذا دش الغبة مثل ما كانوا يقولون بالأول، يعني دش بحر الخليج عمان وبحر العرب، هني الغبة ودش غزر، فماكو شيء لا يشوف بر ولا يشوف ما عدا البحر والسماء، وتحت رحمة الله سبحان زين ماشي، والهواء إذا زاد مشوا، مرات إذا دوق الهواء شو يسوي فيهم؟ شي حركهم ولا مياديف وش كثر البحاره يتعاونون عليها كلهم يتعاونون وش كثر البحاره بيديف زين على ما يوصل لمنطقه يمكن فوق ال 1500 2000 كيلو فينطر شنو رحمه الله والشراع والهواء اللي يضرب تحرك سفينته فهذا اللي كان يتقدم اذا صار الليل زين اتجاهاتهم وين على هالنجوم وعند الاسترلاب او البوصله يمشي عليها يعرف شماله يعرف جنوبه والخبره كانت تدش على هيك الخبره كانت مهمه في النوخذه وليش يصير نوخذه نزيد يعني يقول معهم واحد يعني كخبير ومتنبأ لا الامور هذه لازم هو اكثر شيء النوخذه هو اللي كانت خبرته الاكبر ما يصير النوخذه الا هو عارف شلون يدير السفينه يدير البوم او البغاله اللي عنده او عارف شلون اللي هي الاجواء شلون يستخدم البوصله ويدري وقت الضربات شو يسوي وين يمكن مرات الهواء إذا عش شلون شلون باخذ احتياطاته وين الأماكن اللي فيها ما فيها عمق أحيانا يمكن المركب يضرب في وين في قصار من اللي هي الشعاب المرجانية وغيره فعارف العمق وحاط له ناس تقيس ها كم فوت كذا عشان الفوت اللي هو شنو اللغة الإنجليزية الفوت اللي هو يحسب العمق اللي عنده إذا دش أماكن قريبة وهو شنو كانوا يسوون كانوا يحاذون وين الموانئ يحاذون البر ترى ما يدشون بها داخل إلا إذا وين وصلوا اطلعوا من مضيق هرمز إلى كراتشي أو الهند أو رايحين وين زنجبار رايحين من باص هالمناطق هذه ويحاذون على اللي اذكرهم من اوليين مثل الله يرحمه يدي انا ما شفته ولكن اللي يذكره للوالد يذكرونهم ان كان غيم وغنى ترى حياته بالضبط يعني هو يعني بعد ما صبر والشده اللي هم فيه صح بعد ما كانوا حلو حياتهم يا ابو احمد حلوه حياتهم بسيطه يعني فيها البساطه فيها الطيبه أكيد. فيها لا 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 الروح خلينا نقول الاخوه روح يعني ابد يعني جارك تعرفه من وين من هناك يعني اكيد يختلف عن الوقت الحالي ان جارك ما تعرفه بالضبط. لا بالاول ليش لان اللي انت معتمد عليه بحياتك احيانا اللي صحيح. معك بالسفينه بالبوم معك هذا معك اشهر صح. سواء بالغوص صح. وكان فتره الصيف حتى يعني يمكن اذا تدرون يعني ليش الصيف كان فتره غوص وليش بالشتاء زين كانت التجارة هذه هم نفس الشيء هذه لازم تعطينا إياها بتفصيل بس وراء هذا التقرير أعتقد في تقرير الحين عندنا بالضبط تقرير عن يتكلم عن الأحوال الجوية خلنا نشوفه معاكم مشاهدينا الكرام نرجع لكم مرة ثانية رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل الجميل اللي كان محضر لنا المخرج والمعدين قواهم الله وعودة أيضا إلى ضيفنا المميز اللي منورنا اليوم بنورنا بنور هالستيديو والجو اللي ينن وكل ما نشوفك نتذكر الصيف والشتاء والخريف والربيع لازم تعودنا حياك الله سؤالنا هو بالنسبة للتجارة والغوص كانوا قبل يعتمدون على فصلين الشتاء
والصيف. صحيح. مخلين كانوا الصيف للغوص وليش تحق التجارة؟ شنو كان السبب لهذا الموضوع؟ سؤال حلو. نعم. يمكن البعض حتى ما يدري قضية أن الصيف رغم أنه فيه هواء البارح والبوارح اللي موجودة، يمكن إذا تلاحظون أخبار وهواء سموم. صحيح. وحر وكذلك يعني ضربات الهواء كله موي البحر. نعم. أكثر شيء. ولكن ليش حان يطلعون فترة الغوص بهالحر ويعانون؟ أول شيء أكيد أن الشعال المرجانية وزيادة المحار كان يزيد في هالفترة هذه. ولكن اللي لاحظته أنا بعد دراسة أنهم هم كانوا ما يطلعون سفر، ولا كان سافروا بعض السفر وطلعوا وراحوا هالمناطق في هالفترة، فترة الصيف تحوش المنطقة سواء الجزيرة العربية وإلى الهضبة الإيرانية وعندنا إلى الهند وكذلك باكستان. موضوع المنخفض الموسمي الهندي تعرفين عنه. نعم. أكيد. المنخفض الموسمي الهندي فترتها كلها فترة أمطار غزيرة في بحر العرب والخليج عمان. منطقتنا تكون شنو؟ ما فيها على الأقل لا سحب ولا كذا، فيتحملون الهواء الشمال. آه. ويتحملون حتى الموي، يتحملون الحرارة العالية والغبار، ويروحون الهيارات الموجودة هنا ويغوصون إلى تقريبا خلينا نقول شهر 9. وبعدها في ناس تطلع مبكر وتسافر، وبعضها لا ترد تبات تظل في مثلا الهند أو تظل في زنجبار هالمناطق وترجع في فترة شنو شهر خلينا نقول آخر 9 لما القفال يعني. هو القفال هو فترة الغوص شهر 9 وشهر 10 أحيانا يعني يبتدون إذا فترة شهر إذا كان في شيء وكان في محار زايد شو يسوون بعد ما يردون. في ناس كثير كانت ترد فترة الغوص، لا ترد الردة هذه ترد مرة ثانية تغاوص عشان تلحق ما تبقى من المحار اللي كان موجود الهيارات ليه شهر 10. لكن متى يردون؟ يردون شهر 11 فترة اللي ضربت نجم الحمر أو الحمر اللي هي الفترة الانتقالية اللي بعدين الناس بدأت تعرف أنه هي فترة دخول الشتاء والخريف عفوا، وبعدين وجود المنخفضات الجوية كانت تصير ضربات. فيمكن بالبحر ترى الموي كان يصير تلاطم غير وقت الهواء البارح كله هواء شمال. نعم. يدوق بالليل فيرتاحون القواصة، إذا صار الصبح صار الضحى زاد الموي ها واستمر كذي وموي بس شيء تلقى القواص هذا ما المشكلة التباب اللي هو مزين اللي يسحب ويساعد. آه. زين القواص يصعد، القواص هو طاب تحت البحر ماكو شيء عادي كان، فكانت الأجواء مناسبة إنهم يغوصون. وهذا من الأسباب الرئيسية. آه. إن فترة الصيف رغم الحرارة الشديدة وكل شيء فكان الغوص ما يطلعون بحر ليسبب العواصف اللي موجودة. هلو. فترة الصيف. آه. وكانت تصير بعض الأعاصير حتى شهر 9 فكان يطلعون متأخر فترتها على أساس أن لا تضربهم مثل هالأعاصير اللي موجودة، ولكن ما يدرون أنه إعصار. حلو. يقول لك والله شنو؟ يقول لك كان في نوع من اللي هو تلاطم البحر، ما كنا نخاف ندش الغبة بهالسلم. بالضبط. يعني هذا يسحبني إلى سؤال أخوي أبو أحمد يطول بعمرك، الطبعات والحوادث اللي خلينا نقول الحوادث البحرية البحرية تعرضوا لها أهل الكويت خلينا نقول البحارة. نعم. لكن إذا نتكلم عن السبب، هل هو من خلينا نقول البوم نفسه أو أن من الأجواء أجواء الجوية والعواصف؟ أكثر الطبعات اللي صارت وأقواها يعني اللي خلت يعني أرواح ناس الله يرحمهم رحمة الله عليهم الكويت وناس معروفين وبوامتهم يعني بوم الصقر، عندنا الصبيح، الإبراهيم، بوام كثير راحت من عيدان وغيرهم اللي هم تأثروا وضربتهم اللي هي الطبعة الأولى تسمى بالطبعة الأولى اللي كانت في 1871. 1871 كما يكتبها البعض ويؤرخها إن هي سنة الطبعة الأولى الأقوى، كانت في سفن كثيرة. المشكلة صارت في شهر سبتمبر وطالعين في أول فترات اللي هي الغوص، لاحظ شهر 9 تبدي فترة اللي هي الأعاصير في بحر العرب والمحيط الهندي. فهم طالعين في هالفترة خلصوا الغوص وكذا، ولكن طالعين ولا تنسى 1871 كلمات يعني طلعوا يدهم عاصفة، والعاصفة هذه مو عاصفة هي خلينا نقول إعصار، وكان في فترة إعصار، والإعصار هذا ضرب عدة سفن وقرقهم، ما كانت هي خطأ بشري بل هي كانت شنو هي إعصار قوي.
أصيبوا فيها أهل الكويت وخذت أرواح ناس، والبعض يذكرها إلى الآن من أبن عن جد، يقولون طبعا هذه خلت يعني عوائل كاملة، مثل خلت الأب وخلت عيالهم اللي موجودين، ونجوا منها ناس فلة اللي هي البحرية البريطانية اسعفتهم وخذتهم. لأن هذا يجيبني هم بعد إلى سؤال إنه شلون كانوا يعتمدون أهل الكويت عفوا في طريقهم إذا كان مريخ غيم يعني السماء مو صافية، شلون يدلون طريقهم؟ مثل ما قلنا هي بالنهار كان شنو؟ عشان يتفادون الحوادث، يتفادون الحوادث اللي كانت مثل هالأشياء ما كانوا أصلا يدرون عنها أحيانا. تجي فجأة يمكن تجيهم فجأة. بالنسبة للطريق تدري النجوم بالليل أو عندهم البوصلة، مع البوصلة خلال النهار يتبعونها، والنجم كان النجم القطب الشمالي وكذا يتبعونها ويماشون اللي هو اليال. لما يصير مريخ مو واضح هذه المشكلة الأكبر خطورة. كانوا شنو؟ كانوا ها يقلون المرسات والباورة وترى يظلون ما كانوا يخاطرون. أو شنو عندك ناس قدام بالسفينة أو تفا قاعدين بس يثبتون هالبوم وين رايح وين جاي أساس إنه لا يطيحون في مشكلة أو يصدمون مركب ثاني أو يدشون في جزيرة أو يروحون صوب البر. فكانت خطورة كبيرة مو مثل الرادار وكذا. الشيء الثاني يعني ما شاء الله عليكم، أنا قاعد بين أستاذ وتلميذته وأنا بجاريكم بالسؤال والحكي. درسني لين تعبت. لا لا بالعكس، هذا الشغل مثل ما قلنا بالعكس ثقافة حلوة. نعم حديث الأعاصير اللي كانت تضرب في بحر العرب والسرايات اللي كانت تصير في شهر أبريل كذلك اللي هي سنة الطبعة الثانية 1923، طبعة ثانية ذبحت لها وخذت أرواح يعني تقريبا 5000 من البحارة من الكويت من البحرين من الإمارات من عمان، كانوا قرب جزر البحرينية اللي موجودة شهر سبتمبر. يقولك بالليل وكان القفال مثل ما قلت كل واحد بيروح ديرته، كل واحد بيرد، والهيارات كانت، وكانت سنة يقول لك أنها كانت من السنوات اللي فعلا حصلوا فيها محار بشكل كبير. مشكلة كانوا مقتربين سفن كثيرة عند بعضها البعض، ضربتهم أنا أعتقد في مثل هالحال شنو أخذ الوصف وأقربها للجو، لأن الإعصار ما يدخل خليج العربي، ما يدخل الإعصار ولا يوصل له. صار فترة انتقال لما يقول لك إذا دلق السهيل لا تعامل السهيل. هل أمثلة كانت تنحط ترى على هالمسميات، فباين أن بدأ الوسم وقت سريع صحيح. وصارت كأنها سرعة، صارت عاصفة رعدية أو عواصف رعدية داخل الخليج وضربت السفن هذه صحيح. مشكلة الهواء إذا صار الموي وقت العواصف الهواء الصاعد يضرب الهواء الكوس فالموي من طرف، والهواء النازل من اللي هي السحب الركامية الرعدية تضرب من جهة ثانية فيجي الموي من فيصير في تلاطم. يقولك قبل يقولك إذا تلاطم البحر بالبحر الموي بالبحر مشكلة كأن واحد يطقك تراب يمين واحد يطقك تراب. بعدين سفنهم قبل ما كان بعد خشن على قدهم يعني سبحان الله خشن في بعدين تدون يعني السفن إذا بوم عود زين بس طيب. الجالبوت صغير زين تشوفونه بالمركز العلمي تشوفوا شنو كانت السفن الموجودة ترى مو كبار صحيح. وصار في بينهم تصادم هني مركب مع مركب ثاني تكسرت المراكب ماتوا فيها ناس وايد ما عدا اللي كان بعيد عن الثاني والله سبحانه وتعالى نجاه وصل البر اللي عاشوا اللي بعده. طيب حلو ابو احمد يعني الكلام معاك لا يمل. طيب ان لو نتكلم شنو تاثير الامطار على البيئه البحريه؟ الامطار اذا بنجي مثل على قضيه الامطار، الامطار تدري تكون محمله اصلا فيها نواه زين مشكلتها في الحياه القديمه ما كان لها تاثير ما عدا انها تقل النيوترينس اللي هي المواد من النواه اللي موجوده وتساعد البلانكتون اللي هي خلينا نقول الاحياء المائيه انها تنمو وتساعد السمك زين انها تتقدى على الاحياء المائيه. اي قطره ماء لها نواه والنواه هذه تكون ولا غبار ولا ملح أو معدن من المعادن كالحديد كالنحاس أو الألمنيوم وغيره لأنه موجود بالبيئة. فلما يطيح هالشيء هذا يزيد من الأحياء المائية اللي موجودة اللي تتقدى عليها الأسماك الصغيرة مثلا. شوف شلون هي شنو فائدة المطر، نفس الشيء الغبار، الغبار لما ينزل محمل بمعادن كثيرة فنفس العملية سبحان الله. ففي نوع من البيئة اللي هي تستفيد منها، البيئة البحرية تستفيد من هالمعادن اللي موجودة سواء في المطر أو
كذا. ولا تنسى المطر تخلي ملوحة البحر متعادلة متساوية، لأن الإيكو سيستم أو نظام الإيكولوجي في الكرة الأرضية الله سبحانه وتعالى لها حق لها توازن، وهذا التوازن الإنسان ما يدري عنه. ترى الأمطار لما تنزل وتروح للبحر فهي تعادل، تخيل البحر لو يصير مالح ما فيها لا سمكة ولا نقدر نستفيد منها مثل البحر الميت. مثل البحر الميت ليش انقطعت عن كل المصادر؟ حتى لو ينزل الماء أو ينزل المطر كمياتها مكافية، فبدأت تصير مالحة مالحة مالحة، ما لها مصدر إنه يغذيها كذلك يخليها الماء فيها أحسن، فظلت كما هي. صحيح صحيح. طيب يطول بعمرك، احنا دائما عندنا طبخات نقول طبخات السمك، لكن بعدنا شوي عن السمك. ما تقول انا ودي اشوف طبخه دياي، فعندنا مكبوس دياي مع السمك. اي ما ادري عنها يعني، ما ادري ليش هلا احنا عداني في طبخه طبق شوف المشكله انه طبق مصطفى يشوقنا وما يذوقنا. لا هذه ما فيها فايده. لا نطالبه ولا هامور ولا زبيب ولا نطالبه ابو احمد نطالبه يلا نطالبه بطبخه يا ريت. نشوف خلينا نشوف معكم مصطفى شنو عنده الطبخه ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد ومع برنامجكم الدار دارك، وضيفنا المميز لهذه الحلقة عيسى رمضان أخونا أبو أحمد. أبو أحمد يطول بعمرك، لو نتكلم عن خلينا نقول الأولين آبائنا وأجدادنا، كانوا هناك في اهتمام للبيئة البحرية، خلينا نقول السمك وما الصيد حتى الكل. الآن حتى الآن يمكن في ناس بس مو مثل الأول نتكلم عن هذا الموضوع، وايد يهم شريحة كبيرة من المجتمع. احنا نقول يعني قصدك عن اللي هم بدأوا يتعدون على البيئة البحرية، يعني مختلفين عن آبائنا وأجدادنا. شلون؟ لأن كانت رزقتكم رزقة الناس كانت على البحر، يعني سواء اللي بيصيد سمكته ويبيعها بالسوق أو اللي بيروح الغوص، فإذا لوث البحر شنو أصل محار ما راح يعيش. صحيح. والرزقة كانت أهل الكويت على هال ولا أهل الحلال بالبر، أو عندك على المحار بس بالصيف أو صيد السمك. فإذا دمروا بيعتهم شو راح يصير؟ صحيح. كانت خلاص تنتهي قضية اللي هو طلعتهم للغوص بسبب التلوث اللي راح يحوش المحار، والمحار كان يعني ببساطة وبسرعة كبيرة أنهم يتأثرون بأي تلوث موجود. تحتفظ بالتلوث ولكنها تموت بأسرع ما يمكن. نفس الشيء لما كانوا يطلعون، لما يطلعون ترى يصيدوا يأخذون المحارة الكبيرة، مو مثل الحين اللي غاوص يأخذ الصغير والكبير. حتى الصيد كانوا لما يصيدون السمكة الصغيرة كانوا يقلونها، ما كانوا يأخذونها ويشيلونها ويقول لك لا والله حسافة. حتى لو تصير مثل ما يقول لك ميدالية سمكة هالطولة أو بالول هالكبرى خذوا وياهم، لا كانوا يأخذون سمكة العودة يقول لك لا هذه راح تكبر شالها وطلعها مرة ثانية. التلوث نفس العملية، ما كانوا يقلون وصخهم مثل ما احنا الآن نشوف هالطراريد. أنا قوس ريال أقوس وكذا. كم مرة فريق الغوص الكويتي نظف شواطئنا في الجزر الكويتية؟ كم مرة نظفوا المراسي اللي موجودة؟ نقعت النصف اللي عند سوق شرق ونقعت شملان وغيره، هالنقع اللي كان كم مرة نظفوها؟ ماكو فترة بسيطة تلاحظ التلوث اللي موجود، النفايات اللي موجودة. أنا أعتقد الناس الأولين أبهاتنا وأجدادنا كانوا ترى مهتمين بيئتهم أكثر من الحين. أنا ما أدري ليش، رغم أن العصر تطور فأهمية الناس ومعرفتهم أن آثار التلوث البيئية على البحر راح يكون سلبي على صحتهم صحة عيالهم أكثر، لأن التلوث اللي قاعد يصير سواء من مجارير الصرف الصحي عفواً تكلمون أيضا. بس كلامك على متمة أخوي أبو أحمد، أيضا مخلفات الغزو أيضا كانت سببت ترى تلوث كبير عندنا في بحرنا، النفط اللي كان إيه؟ الملوثات اللي انقلت في بحرنا إيه؟ وغيرها. ولكن نفس الشيء إحنا الآن لا نخليها شماعة، صح؟ لا مو مو شماعة، نحن كذلك نكون إحنا بدينا نظفنا بحرنا، تمام؟ صح. إحنا طلعتنا الاهتمام هو اهتمامنا كحدادة كقواصين في البحر. بالضبط. أنا ما يقل الزيت واسكب الزيت في البحر وأقول لا بحرنا عود، لا مع الفترة يأثر، صح. راح يأثر سلبا، صح. أول شيء على التلوث اللي موجود، على السمك اللي راح تصيد صيدنا الجائع. السمك أكله أنا أنت هو الكل يأكله، صح. مشكلة السمك ترى لا تقولون إنه مو قاعد ياخذ
كميات الزئبق أو كميات الرصاص أو الملوثات اللي تدش في الماء. لا، مع الوقت الأسماك هذه خاصة الأسماك الكبيرة مثل الهامور، مثل السبيطي، مثل الشيم، اللي أعمارها طويلة، السمكة الحمراء هذه اللي أعمارها الطويلة هذه شايلة كميات كبيرة من الملوثات داخلها. الواحد يأكلها يمكن يصاب، سبحان أو الله. يصابون عياله اللي بيوله، اللي بيوله بعد مو اللي هو كذلك لأمراض الله لا يقول منها مثل تشوهات. فلذلك إحنا لازم نهتم في بيئتنا البحرية، لازم نحافظ على تراث آبائنا وأجدادنا. نشوف المحار ونشوف الحوة، تدرون شوف إحنا الفن الزبابية، أنا بصغري أذكر هني صوب هالبحر هذا وعلى السالمية إنزين وبالدوحة زبابيط معروفة، زبابيط الدوحة كانوا يشونون فيها شعار قبل إنزين. وين الزبابيط اللي كانت موجودة؟ بسبب الطين والتلوث اللي موجود على الشواطئ واللي ذبحت لنا كل ما كان موجود، الحويت اللي كان موجود، القباقب اللي كانت موجودة ترى اختفت على الشواطئ. ليش؟ لأن التلوث زاد على الشاطئ وصارت بدل ما تكون مياه أقول رمال بيضة مثل ما كان صبخة وطين. يعني لو نتكلم أبو أحمد يمكن هذه فئة من خلينا نقول قليلة. يعني احنا ما نعم يعني لا على بالفعل. يعني هذه رسالة من أخونا عيسى رمضان بالاهتمام في البيئة البحرية. في خوش تقرير يمكن ما يدري عنه عيسى رمضان، لكن بنوريه احنا بالتلفزيون الحين بيشوفه. تقرير عن اخونا عيسى رمضان وعن مسيرته الاعلاميه، خلونا نتابع. خلونا نشوف. خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان هو خريج جامعة سانت لويس الأمريكية بتخصص تنبؤات جوية. في عام 1983 عمل بإدارة الأرصاد الجوية كمتنبئ جوي. بدأ بتقديم النشرة الجوية منذ عام 1984 حتى الآن، بما يزيد عن 33 عاماً من العمل الإعلامي، حيث مارس العمل الإعلامي كمقدم وخبير تنبؤات بالأرصاد الجوية في تلفزيون الكويت. متزوج من المذيعة شادي أبو غازي التي كانت زميلة له في العمل، حيث جمع بينهما برنامج صباح الخير يا كويت. تدرج في المناصب الإدارية في عمله حتى حاز على منصب مراقب المحطات طبقات الجو العليا في إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني. تقاعد في عام 2017 بعد قضائه 33 عاماً خدمة في علم الأرصاد. قدم العشرات من المحاضرات العلمية المتخصصة في الجامعات والمدارس والمؤسسات. لا زال يعمل مستشاراً للنشرات الجوية في تلفزيون الكويت، إضافة لعمله كمستشار جوي وبيئي لبعض المؤسسات العلمية. عودة من بعد هذا الفاصل الجميل والتقرير الجميل اللي حطوه عن خبير الأرصاد الجوية السابنا عيسى رمضان اللي منورنا اليوم. نشرب شاي عشان نتدفى شوية من الجو البارد. وأيضا بعد شفنا بالتقرير زميلتنا وأختنا شادية أبو غازي المدام، نوجه لها التحية. أحلى تحية، وهي الصراحة صديقة والله عزيزة على قلبي وايد. والطيبون للطيبة. اي والله الله يخليكم. اي والله، والنعم فيكم انتم الاثنين والله. كانت زميلة وصارت زوجة وأم عيالي وكذلك. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظهم ويحفظكم كذلك. آمين يا رب. بس أنا ودي أرجع أن أقول قبل لا أدش بسؤالك الثاني. يعني طيب، تكلمت عن البيئة البحرية والتلوث. مو أساس أني أنا أمدح أهل الكويت وشباب الكويت كذا، أن شفنا نهضة وشفنا صحوة كذلك. صحيح. في شباب الكويت اهتمامهم وتطوعهم للمحافظة على البيئة البحرية. لما قلت لك أن في فرق أنشئت للمحافظة على البيئة البحرية، فعلا طلعوا ناس قواصين بدأوا ينظفون البيئة البحرية، عدد صغير جدا من الأشخاص اللي مو قاعد يهتمون بالبحر. فهذا يعني أنا كذلك أوجه لهم تحية وإجلال لهالأشخاص اللي حابين بيئتهم البحرية، المهتمين في هذه البيئة اللي هي مصدر رزقنا. كذلك لا تنسون ان هي في منها الماء اللي احنا كذلك نشربه. نعم. صح. انزين، ولينا بعد الظن والظن اللي كانوا يعانون ابائنا واجدادنا كذلك على اساس يشربون غلاس ماي. صحيح. مثل ما قال العم العديري، شو يقول؟ خلونا ننظر
النظر إلى البحر كنعمة. كنعمة. نعمة موجودة عندنا، يمكن كثير دول تفتقر هذا الشيء أو هذه النعمة. أجمل ما يمكن الإنسان ضاقت فيه السبل وين يروح؟ ولا يطلع البحر. يقط همه في البحر. أيوة أو يروح البحر يقعد على البحر يقول همه ويحاكي بس يا بحر زين. يحاكي ويناجي البحر لأن مثل ما كنا كان مصدر لأهل الكويت. ما يو أهل الكويت وعاشوا بهالمنطقة. البيئة البحرية اللي جذبتهم مصدر رزق. نعم نعم. ودنا نعرف كونك عضو في اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية. نعم. نبيك تكلمنا طال عمرك عن اتفاقية باريس الأخيرة ودور الكويت فيها. أكيد. هالاتفاقيات اللي هي كانت اجتماعات كثيرة من بعد 1990 بدأت دول العالم اللي هي متقدمة والنامية تشوف إن مشكلة تغير المناخ مشكلة أساسية. فقالوا لازم نحط لنا قوانين نلزم الدول أن تخفيف انبعاثاتها والتلوث اللي قاعد يصير سواء بالبيئة البحرية والغلاف الجوي اللي قاعد تأثر سلبا على عيالنا إحنا كأشخاص. نعم. لا تنسون الطقس قاعد يتغير، ذوبان الجليد قاعد. لما قلت لي عن اتفاق باريس، اتفاق باريس هو آخر اتفاق الآن صار بين الدول في عام 2016 2015 وكان في باريس. ليش سموه اتفاق باريس؟ سموه اتفاق باريس لأن الدول كلها اتفقت أنها تقلل من انبعاثاتها حسب بروتوكول خاص وقوانين، أن الدول كلها تساهم بتقليل ثانكس الكربون، غاز ثانكس الكربون، أكاسيد النتروز وكذلك الملوثات المسببة مثل غاز السي اف سي بتغيير صناعاتها طباعها كبشر. كذلك ان احنا مثلا احنا كاشخاص عاديين شنو نقدر نخفف ونساعد الدوله ونساعد العالم ونساعد اجواءنا المستقبليه اللي راح تضرنا مثل ما صارت الامطار الغزيره اللي في مثل المملكه العربيه السعوديه الفتره الاخيره. ليش عندنا مرات الثلوج قامت تنزل؟ لان الجو قام يتغير بسبب افعالنا احنا كبشر. اتفاق باريس حط لهم شنو؟ قانون. سننا قانون ان كل الدول تتعاون بهالحل هالمشكلة هذه. 2030 احنا لازم نطلع في حل، 2050 احنا ما ادري موجودين ولا، لكن شنو يكون في هناك تنمية واستدامة في البيئة والمحافظة على البيئة حق عيالنا حق عيال عيالنا كذلك. فهني كان في عام 2015 والعام الماضي كان في مراكش في المغرب مؤتمر الثاني، والمؤتمرات ترى كل عام قاعدة تسن قوانين ما شاء الله للمحافظة على تخفيف انبعاثاتها، منها كذلك تغيير الصناعات اللي موجودة، منها تغيير احنا قم قلت عن البيت بيوتنا، شلون احنا نقدر نقلل استهلاكنا الطاقة الكهربائية بتغيير اللمبات اللي نستخدمها العادية التنغستون العادية إلى نظام LED الآن اللي بدل ما كان يستغل 500 واط وانت تدفع فلوس عليه والحكومه كذلك تعطيه دعم بالضبط تخففها باستخدام 5 واط مثل ما قلنا والتخفيف منها. فاتمنى ان كلنا نتقيد بالتزام باريس. هو الزمنا ولكن بعض يقول قاعدين يقللون من استهلاكنا لمثلا الوقود الاحفوري اللي هو النفط اللي مصدر كذلك خلينا نقول كل الماده اللي تاتينا. احنا نقول لا، احنا نغير من استهلاكنا بيعنا للنفط الى اللي هو البتروكيميكلز البتروكيماويات الصناعات البتروكيماويه. احنا نوظف ناس من الكويت نستخدم الطاقات البديله فيها. من اتفاق باريس يقول مثلا كذلك ان الدول لازم تستخدم الطاقات البديله، طاقه الشمس طاقه الرياح، واحنا عندنا طاقه الرياح موجوده طاقه الشمسيه موجوده تقريبا يمكن خلينا نقول اكثر من 95% بالسنة. طيب فليش ما نستخدمها وكذلك نحافظ على البيئة؟ أحمد قبل لا نختم استأذن المخرج بس أنا شبكات التواصل الاجتماعي الناس اللي تغرد عيسى رمضان قال عيسى شلون تتعامل مع الناس اللي يعني خلنا نقول أن الناس هذه اللي قاعد تغرد أوكي يعني عيسى رمضان هو متنبئ ولكن مو بعالم الغيب الله يعني صار إيه مو عالم الغيب هو ينصح ينبه صار أوكي ما صار العلم بيد الله فعلا. أنا يعني بكل صدق لأن أنا أفهم عملي وأدري طبيعته وكثير من الأخوان والأخوات إذا يو كم واحد من الأشخاص هذا وكتبوا أو حطوا صور فلا تاخذون عليه ما يخالف. انا مسامحهم لان ادري في ناس كثر اي لا في ناس كثر قاعدين يسوون هالشيء. انا قاعد اقول هم
أساس محبة الناس اللي قاعد تتكلم عنه، فهذه دليل الحب بيننا. إحنا شعب والله سبحانه وتعالى عطانا وأحمد خليني أكون صادق معك، يمكن شهادتي فيك مجروحة قلتها في البداية. أنت مشهور مش على مستوى الكويت ولا الخليج، والله الوطن العربي الحمد لله. كلمة يعني حق أقولها يعني تستاهل كل خير وكل طيب. كلمة أخيرة طول بعمرك في نهاية هذا الفيديو. أنا أول شيء أقول مشكورين للاستضافة وتوضيح المعلومات المهمة يعني عن خاصة عن البيئة البحرية. أتمنى رسالتي للإخوان والأخوات كذلك، حافظوا على بيئتكم، حافظوا على البيئة البحرية والبرية، هالطرفين اللي احنا نعيش فيهم، الغلاف الجوي اللي قاعد نعيش فيهم، التغيرات الأخيرة اللي قاعد تحصل في الغلاف الجوي من أعاصير من الأمطار ترى كلها تأثيرات علينا احنا وعلى عيالنا. الشيء الثاني أنا بكل صدر رحب أتقبل أي شيء مزين مدام أن في نقد بناء بالضبط، مدام أن في فائدة بالضبط، وإن شاء الله يعني توقعات الموجودة تزداد دقة وصحة مزين في المستقبل. نتمنى الأجواء تصير أفضل عندنا والحرارة تنزل بالصيف كذا بإذن الله. يعطيك ألف عافية ونورتنا اليوم، بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام كل الشكر لأخونا عيسى رمضان على هذه الحلقة الجميلة، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى في ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته في أمان الله. نحب نشكر مصممة الأزياء مريم المحمد على هذه الأزياء الجميلة، وشكرا لمتابعتكم، مع السلامة.